حياة طيبة يا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مع سلمى. في هذا البرنامج أجيب على معظم تساؤلاتكم واستفساراتكم اللي وصلتني عن طريق الفيس أو وسائل التواصل الأخرى، وأتحدث أيضا عن المؤثرات الفلكية للأبراج خلال الأسبوع الحالي. إضافة إلى هذا أتحدث عن تحليل الشخصية من خلال البرج المؤثر. برجنا لهذا اليوم هو سابع الأبراج البابلية اللي هو برج الميزان. يبتدئ مواليد برج الميزان بتاريخ 23 من شهر سبتمبر إلى 22 من شهر أكتوبر. الكوكب المؤثر هو كوكب الزهرة، رقم الحظ هو رقم 6. يمتاز مواليد برج الميزان بالرومانسية العالية وحبهم للسلام، إضافة إلى هذا حبهم للأمور اللي لها علاقة بالعدالة المثالية. في نفس الوقت أيضا هم ناس فضوليين، اجتماعيين جدا. في أي مكان نجد تجمعات اجتماعية لابد أن يكون مولد برج الميزان موجود في تلك التجمعات. بشكل عام مولد برج الميزان يحب مساعدة الآخرين ويحب أن يتفاعل مع مشاكل الآخرين أيضا. المشكلة الكبيرة الموجودة عندهم هي التردد في أمور متعددة، إضافة إلى هذا المزاجية العالية أيضا. برج الميزان أو مولود برج الميزان ما عنده خط ثابت بالحياة، غالب ما يغير من أفكاره، يغير من مشاريعه، يغير من اتجاهاته تبعا للموقف اللي يمر به، أو بشكل عام أساسا أفكاره تكون غير مستقرة في مجال معين. مولود برج الميزان أيضا انتقادي ويحب المجادلة، إضافة إلى هذا يكون بيتوتي، يحب الأسرة يعتني بأطفاله، يعتني بزوجته، يمدهم بكل ما يمتلكه من حنان، مساعد إلى أصدقائه. أيضا عنده نوع من الحقد والحسد، الحسد أكثر شيء لما يشوف أشخاص آخرين من ضمن نفس بيئته أو أقرانه بشكل عام متفوقين عليه. هو يحب، هو ليس من الأبراج اللي يحبون أن يكونوا بالطليعة، لكن تبقى في داخلهم عقدة نقص معينة تجاه الآخرين لما يكون هناك تفوق معين. لكن من ناحية المساعدة، من ناحية حب الآخرين، من ناحية التعامل بعفوية وسلام، هم ممتازين ومن الطراز الأول نقدر نسميهم. أكثر الأشغال اللي ممكن أن يرغبوا لها أو يجدون نفسهم بها هي اللي تتطلب من عندهم التعاملات الإنسانية. ينجحون أيضا بالأمور الدبلوماسية، يعني ممكن أن ينجح بالسلك الدبلوماسي، بالأمور السياسية، لأنه بشكل عام هم ما يحبون أن يدخلون في مواجهات عنيفة. الدبلوماسية واللباقة هو اللي يميزهم. ينجحون أيضا بالأمور الفنية، يعني المجالات الفنية، وبرج الميزان عنده أيضا خيار خصب وجيد إلى مثل هذه الاتجاهات. بالنسبة إلى امرأة الميزان، هي امرأة اجتماعية، امرأة خلقت للبيت وللتجمعات النسائية أقدر أسميها. تحب أن تتفاعل مع الآخرين من خلال حل مشاكلهم، من خلال المساعدة، من خلال الأمور الاجتماعية الكثيرة الموجودة عندنا. فضولية أيضا، هي إنسانة رومانسية وتحتاج دائما إلى من يطبطب عليها أو من يغدقها بمعسول الكلام. تهتم أيضا بالأضواء وتهتم في ملابسها وأناقتها ومكانتها في المجتمع. الأعمال اللي ممكن أن تنجح بها بالمنظمات الإنسانية، بمجالات حقوق الإنسان، بالفنون بشكل عام، تنجح بالاقتصاد أيضا، تنجح بالأمور اللي الوظيفة بشكل عام أيضا ممكن أن تنجح بها، لأنه فيها جلسة وفيها حديث وسوالف وما إلى ذلك. أيضا الطفل الميزان هو طفل
من بدايه او من نعومه اظافره يشوفه يبدا يعني كثير البشاشه والوسامه. طفل يحب ان يختلط مع الاخرين دائما، طفل محبوب ومقبول من قبل الاخرين ايضا، لكن تبرز عنده صفه العناد ايضا في امور كثيره. لهذا هو طفل اقدر اسميه يحتاج الى عنايه كبيره، لانه الجانب الاحساسي عنده جدا عالي. طبعا اتفاق الميزان مع الابراج الاخرى، راح ناخذ رجل الميزان مع مولودات الابراج الاخرى. رجل الميزان مع مولود برج الميزان، هذا اتفاق اكثر من رائع على مستوى الصداقه والعلاقات، على مستوى الزواج، كلاهما رومانسي، كلاهما بيتوتي، كلاهما اجتماعي، فعلاقه اقدر اسميها جميله جدا، يعني هذه علاقه مشجعه ايضا. الرجل الميزان مع مولودة برج العقرب، هذه العلاقة بها صعوبة إلى مولودة برج العقرب. الميزان الهوائي لا يلبي متطلبات مولودة برج العقرب في الفراش، من جانب الغموض الموجود عندها مولودة برج العقرب قد يتذمر من عند الميزان. الميزان اجتماعي أكثر من اللازم، والعقربة في أحيان كثيرة تكون غامضة بأمور متعددة، فالعلاقة هذه صعبة. يعني يمكن لو كانت بالعكس قد تكون أهون، لكن بشكل عام هي علاقة صعبة. مولود برج الميزان مع مولودة برج القوس، هذه العلاقة جيدة بالأخص في مجالات الصداقة والعلاقات الإنسانية، وحتى على مجالات الزواج أيضا علاقة جيدة وناجحة. مولود برج الميزان مع مولودة برج الجدي، فيها توتر، هذه العلاقه فيها توتر وفيها نوع من بذل مجهود، بالاخص انه الميزان سيتعب مع مولود برج الجدي. يعني هو رومانسي، وفي نفس الوقت ايضا الميزان اتكالي، بالرغم من كونه اجتماعي يحب مساعده الاخرين، لكن ايضا عنده اتكاليه. والجدي مولود برج الجدي هي اساسا تحتاج مقبوته عاطفيا، فتحتاج الى من يغدق عليها بالعاطفه. الميزان ممكن ان يلبي طلباته من الجوانب الرومانسيه، لكن ما راح تكون وما راح يشغل الفجوات الكامله. يعني هو ليس من الابراج اللي تمتلك حراره عاليه جدا، هو يمتلك الرومانسيه، لكن الرومانسيه تحتاج ايضا الى 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 حراره قابله على ان يعني تغلق الفجوات بالنسبه الى الطرف الاخر، بالاخص اذا كان طرف مقبوط بالعاطفه. فهذه العلاقه بها متاعب. الميزان مع مولودة برج الدلو، هذه جيدة لأنه كلاهما هوائي وكلاهما متطلع وكلاهما مبتكر، وفي نفس الوقت يعني كلاهما فضولي أيضا، إلى حد ما جيدة هذه العلاقة وناجحة. الميزان مع مولودة برج الحوت، يعني بها نجاح لكن أيضا بها صعوبة، لأنه الحوت هي إنسانة هي حالمة، إنسانة مثالية أكثر من اللازم، وممكن ينجحون بالأمور الفنية الأدبية، كلاهما اجتماعي، لكن تبقى الحوت مثاليتها أكبر. يعني الميزان صعب راح يجد متاعب معها. مولود برج الميزان مع مولودة برج الحمل، العلاقة هذه جيدة، يعني يعتبر يعني منزل الشراكة الحمل بالنسبة للميزان، لكن لو كان العكس كانت العلاقة أفضل. يعني لو كان الرجل الحمل والامرأة الميزان بكثير أفضل ما لو الرجل الميزان والامرأة الحمل، لسبب التطلبات العلاقة الزوجية الامرأة الحمل أكثر حرارة من الرجل الميزان، فبالتالي يعني هذه العلاقة هي جيدة، لكن لو العكس كانت أفضل. الرجل الميزان مع مولودة برج الثور، صعبة هذه العلاقة، بالرغم من انه الكوكب المؤثر هو الزهرة، يعني اثر على الثور واثر على الميزان، لكن الزهرة ممكن يمدهم الحب والامور الفنية، ممكن يمدهم بالعدالة والجمال، ممكن يمدهم بالمحافظة، حب الامور اقدر اسميها الاجتماعية والحياتية، لكن الاصطدام هنا بامور اخرى. يعني الامراه الثور امراه اكثر حراره، فصعب جدا الميزان لا يلبي متطلباتها من جانب اخر. الامراه الثور هي امراه
حريصه من الناحيه الماديه، في حين الرجل الميزان انسان مبذر يعني ما يهتم بالماديات كثير. فبالتالي هنا هذه اشكاليه معينه في هذه العلاقه، لكن بشكل عام اقدر اقول هي ايضا ليست سيئه جدا، علاقه ممكن ان تنجح لسبب انه ايضا الامراه الثور هي امراه بيتوتيه وتحب العلاقات الاجتماعيه، فهذه ممكن ايضا تخدم مولد برج الميزان وهي ايضا يفيد هذا المولود. او رجل الميزان، رجل الميزان طبعا الان مع مولوده برج الجوزاء هذه العلاقه جيده بالاخص بالصداقه، صداقه رائعه جدا، يعني اذا رجل الميزان يبحث عن انسانه يحب ان يتحاور معه، يسمع افكارها، تكون صديقه حميمه نصوحه جيده بالنسبه له، فهي افضل وحده بالنسبه له مولود برج الميزان الجوزاء عفوا. على مستوى العلاقات الزوجيه ايضا جيده، ليست سيئه جدا ايضا جيده، ويعني اقدر اقول تقريبا علاقه اكثر من الوسط جيده. علاقه رجل الميزان مع مولوده برج السرطان لا، هذه بها صعوبه، بها متاعب من حوسيه السرطان، يعني السرطانه تاثر على مولود برج الميزان، يعني هذا واضافه الى حرصها المادي ايضا ياثر. هذه علاقة فيها صعوبة. مولود برج الميزان مع مولودة برج الأسد علاقة جيدة، لكن العكس كان أفضل، لكن يعني لو كان الرجل الأسد مع مولود برج الميزان يكون أفضل، لكن مع ذلك أيضا العلاقة جيدة، يحتاج فقط الميزان أن يعني يستوعب كبرياء مولود برج الأسد، يعني هي إنسانة عندها كبرياء وعندها حظوة اجتماعية، فعليه أن يستوعب بس هذه المسألة، لكن هي العلاقة بشكل عام جيدة. مولود برج الميزان مع مولود برج العذراء صعبة صعبة صعبة، يعني الميزان البرج الرجل الكريم الاجتماعي المزاجي، كيف يتفاعل مع مولود برج العذراء اللي هي مدققة بكثير من الأمور، من نوع اللي العملية اللي تحسب خطواتها بحسابات دقيقة، الميزان الرومانسي العذراء، الامرأة العذراء اللي تفتقد الى او عندها كبت رومانسي بهذا، يعني تفتقد الى هذه المسائل، او حتى الرومانسية عند العذراء هي عبارة عن امور براكتيك عملية كأنه، فصعبة هذه العلاقة روحيا، صعبة يعني روحيا وفكريا صعبة هذه العلاقة. ومولود طبعا هذا بالنسبة للمولود برج الميزان مع مواليد الابراج المتعدده الاخرى. الان ننتقل الى فقره اخرى اللي هي تغيرات بالنسبه الى مواليد الابراج خلال هذا الاسبوع. طبعا احنا اليوم هو 25 من شهر نوفمبر. الاسبوع ابتدا بتاريخ 23 من شهر نوفمبر يوم الاحد قبل يومين، وراح ينتهي بتاريخ 29 من شهر نوفمبر اللي هو يوم السبت. الصدارة لهذا الأسبوع هو إلى مولد برج الحوت للأسبوع الثاني على التوالي. الحوت عندهم انفرادة جيدة بعد توقف كوكب نبتون من التراجع واستقامته في برج الحوت، لأن كانوا يعانون من فترات زمنية طويلة بتراجع كوكب نبتون، لكن الآن الفترة جيدة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع أيضا الصدارة إلى الحوت. طبعا اليوم هو يوم الاحد قبل يومين كان افضل الارتفاعات المؤشرات الطالع بالنسبه للقوس والحمل اضافه الى الثور. الاثنين بقت ارتفاعات بالنسبه الى القوس اضافه الى الحمل، لكن نزل عندنا الثور وانخفض عندنا العذراء ايضا. بالنسبه ليوم الثلاثاء راح يكون فتره خلو مسار راح تاثر على مولد برج العقرب، عند انخفاضات يوم الثلاثاء والاربعاء طبعا. اضافه الانخفاضات راح تكون يوم الثلاثاء، عفوا ارتفاعات بالنسبه الى الجدي والحمل يوم الثلاثاء ايضا، وارتفاعات بالنسبه الى السرطان وانخفاض بالنسبه للعذراء. يوم الاربعاء يبقى الانخفاض موجود بالنسبه للعقرب اضافه الى السرطان وانخفاض بالنسبه للدلو. يوم الخميس بعد يوم غد راح يكون عندنا انخفاضات بالنسبه الى مولد برج الحمل، طبعا اضافه الى انخفاض بالنسبه الى الميزان والدلو. واخر ايام الاسبوع الجمعه والسبت راح تنخفض مؤشرات مولد برج الاسد مع ارتفاع لمؤشرات برج العذراء يوم الجمعه وانخفاض بالنسبه للجوزاء،
ويوم السبت طبعا ايضا راح يرتفع عندنا العذراء وارتفاع الى مولود برج السرطان في نهايه الاسبوع. هذا بالنسبه للمؤشرات الفلكيه للابراج خلال الاسبوع الحالي. الان انتقل الى فقره الاجابه على التساؤلات اللي وصلتني. وآخذ أول سؤال، هي تسأل عن الأسماء الجيدة، عندها يعني مولود راح يجي حديثا، وتسأل عن الأسماء الجيدة وهي بنية. فطبعا الأسماء المناسبة للفتيات طبعا هنا تعتمد على مناسبة في أي جانب، يعني الأسماء لها علاقة تحدد لنا جوانب معينة. يعني لما ناخذ مثلا اسم مها، اسم يأثر على الجانب العاطفي، لما سلبيا طبعا، لما ناخذ اسم دنيا أيضا اسم يأثر على الجانب العاطفي سلبيا، مروة كذلك. لكن لما ناخذ مثلا يعني اسم سعد بالنسبة للرجال مو الجانب العاطفي وإنما على الجانب العملي، يعني الجانب المهني مثلا، فبالتالي احنا لازم نحدد، هي مو محددة يعني، لكن أنا أقدر أعطيها الأسماء اللي بها قوة وطاقة مثلا على جوانب الحظوة الاجتماعية، على جوانب العاطفة بشكل عام. يعني اسم سارة من الأسماء القوية، اسم نور أيضا من الأسماء القوية اللي تعطينا حظوة اجتماعية أيضا، اسم علا من الأسماء القوية اللي تعطينا أيضا حظوة بالأخص على الجوانب المهنية أيضا جيدة. سوزان اسم قوي أيضا يعطينا قوة، يعني إذا تحب هي أيضا تسمي هذا الاسم. السؤال الآخر عن التوافق بين الرجل الجدي والمرأة الثور. طبعا التوافق جيد، كلاهما ترابي، والرجل الجدي رجل يعني أنا أسميه صاحب المواقف الحازمة. يعني احنا تحدثنا عن الميزان، ما تحدثنا عن يمكن هذه النقطة، الميزان مساعد لكن بالمواقف اللي تتطلب شدة وغلظة ورجولة وإلى آخر الميزان ينسحب. الجدي لا، صاحب المواقف القوية، وطبعا موت برج الثور تحتاج إلى مثل هكذا رجل. إضافة إلى هذا يمتلك أيضا حرارة جيدة ممكن أنه يفيد موت برج الثور. فالعلاقة جيدة بين مولود برج الجدي ومولودة برج الثور. السؤال الآخر يقول أنا مواليد 31، هي فتاة، أنا مواليد 31/12/1978 وأسأل عن الارتباط، الارتباط لما تبقى من السنة ما في ارتباط، العملية صعبة، يعني أقصد بين قوسين الكواكب اللي لها علاقة بي بالفترات الجيدة إلى الارتباط ما موجودة من نهاية السنة، لكن موجودة في شهر، راح شهر يناير أو شهر الواحد الأول من السنة القادمة راح تكون عندك ارتفاعات مؤشرات الطالع على الجوانب العاطفية في بالنسبة إلى برجك البابلي والصين في نفس الوقت، فتنتظرين السنة القادمة شهر يناير من 2015. سؤال آخر يسأل عن فوائد حجر الكهرمان. طبعا الكهرمان أو يسمى بالعامية الكهرب، بالألمانية يسمى البيرن أو البيرنشتاين، يعني حجر الكهرمان. حجر الكهرمان من الأحجار الثمينة والغالية، طبعا الأصلي منه يكون غالي لأنه ممكن طبعا يفيدنا بأمور متعددة، بمعالجات الطحال، الكلية، الكبد، الأمور الجلدية، يعني الحساسية الجلدية بشكل عام. الكهرباء طبعا إلى فوائد أيضا متعددة أخرى لها علاقة بالقوة الصوتية للحنجرة. الكهرباء الأصلي إذا أريد نعرفه أو أريد نكتشفه شلون، يعني هل هو أصلي أم غير أصلي، يأتي من الحكة. يعني آخذ الحجر وأفركه في يدي راح أشوف أنه راح يفرج رائحة، هذه الرائحة موجودة في هذا الحجر بالذات مميزة. يعني طبعا مناطق تواجد الكهرمان أكثر شيء في مناطق متعددة بالعالم، لكن الموطن الأمثل نقدر نقول هو في ألمانيا وفي بحر الدول المطلة على بحر البلطيق، يعني دول
استونيا، لاتفيا، ليتوانيا، روسيا ايضا موجود بها الكهرمان بشكل جيد. هذا الكهرمان الاصلي، والكهرمان يرجع الى يعني ملايين السنين تواجده. الشيء اللي يميزه انه ممكن ان نلحظ بداخله حشرات معينه، وهذا يدل على مدى يعني مرات. انا قبل فتره عرضت كهرمان في داخل عقرب، وممكن نجد ايضا نحله مثلا او حشره، وهذا ايضا جاي نتيجه ل يعني من خلال الترسبات الاحجار والصمغيات في ذلك الوقت على هذه الحشرات، ف ضمن ملايين من السنين. لهذا نشوف ان الحشره تبقى في داخل هذا الحجر واضحه. فكثيرا ما نجد مرات نجد ايضا نحله مثلا داخل الحجر، فهو من الاحجار بشكل عام اللي انا طبعا اعتبره من الاحجار الثمينه والاحجار الاصلي منه يكون جيد جدا يعني ومفيد ايضا لعلاجات متعدده، طبعا مو فقط العلاجات العضويه، حتى العلاجات الروحيه والنفسيه نستخدمها. واستخدم في الحضارات القديمه بشكل كبير جدا الكهرباء، حتى صنعوا من عنده تماثيل معينه. السؤال الاخر عن التوافق بين 26 10 رجل، طبعا 26 10 1986، وامراه 1 4 1986 ايضا، طبعا توافق صعب. الرجل العقرب وفي نفس الوقت النمر، وهي امرأة حمل وبنفس الوقت ايضا نمر، النمورة مع بعضهم شوية يواجهون اشكالية بالاخص بالامور العاطفية. يعني النمورة الامرأة النمر ولا رجل النمر عندهم كبرياء عالي، يعني هي الامرأة عندها كبرياء، هم حمل وهم نمر، يعني كبرياء وعزة نفس ما تخضع يعني. والرجل ايضا نمر بنفس الوقت عقرب، العقرب يصير الرجل عقرب يصير احتكاري بالاخص لما يكون من موالد برج النمر، احتكاري بالاخص بالامور العاطفيه داخل الفراش داخل البيت، فبالتالي هذه يعني جارح بلسانه، هذه صعبه العلاقه، صعبه بها توترات معينه. اخذ سؤال اخر، يسال عن صفات برج الحوت بشكل عام. ان شاء الله احنا راح نجي على برج الحوت الأسابيع القادمة. الحوت بشكل عام الأبراج المائية، هو شخصية حالمة، شخصية فنان أقدر أسميه، مثالي أكثر من اللزوم. يعني أنا أقول الأبراج كلها تعيش في جو معين، والحوت وحده إلى فد عالم خاص به. لهذا كثيرا ما نشوف الأشخاص المتميزين من النواحي الإبداعية هم موالي برج الحوت. يعني هو أقدر أسميه مبدع، بس بنفس الوقت ابداعه لا ياتي نتيجه لاختراع مثل مولود الدلو مثلا او اكتشاف، وانما نتيجه للفنون اللي جاي نتيجه للخيال الخصب اللي يمتلكه. ايضا من صفاته ايضا متمرد ومتردد بامور كثيره، العاطفه يتعب كثير من برج الحوت يعني، وحتى على الامور الحياتيه ايضا عنده متعب. بس يبقى هو شخصيه طيبه، شخصيه انسانيه ايضا، يعني كيف برج الميزان ايضا الحوت ايضا شخصيه انسانيه. سؤال آخر يسأل، يقول عندي عظم هدهد ولم أجد فائدة به، فما السبب؟ طبعا هذا بالمناسبة هذا واحد من ضمن الأسئلة اللي أنا اختاريتها لجدي بالخاص، لكن الحقيقة أنا تجيني أسئلة كثيرة على عظم الهدهد حتى عن طريق الاتصال يعني، لأنه الفيديو اللي نزلته عن عظم الهدهد يعني لحد الان جاب نسبه كبيره جدا من المشاهده، يعني حتى انا مستغرب انه انا منزل فيديوهات اخرى ما وصلت لحد الان الى ثلث ما وصل الفيديو اللي نزلته على عظم الهدهد، وهذا يدل على انه الناس يرغبون بشكل يعني بشكل عام لمشاهده مثل هكذا امور لها علاقه بعظم الهدهد او غيرها. النقطة المهمة اللي أريد أركزها بهذا الجانب، عظم الهدهد، عرق السواحل، الخرز بأنواعها، ناب الذيب،
ناب الاسد الى اخره. هذه الامور اللي احنا تداولنا على انه نعرفها او بها طاقات معينه، بها مجالات كهرومغناطيسيه عاليه. هذه بشكل عام ليست اكثر من وسائل مساعده، يعني حتى قرب الصوره اكثر، الشخص اللي عنده مرض روحاني ما يخل مع عظم الهدهد. احنا اليوم بدنا نتحدث عن جانب مساعد، يعني فلان من الاشخاص يريد يزيد من جوانب الرزق مالته. مثلا بامكاننا من خلال ختم عظم الهدهد له بعد فتره معينه، طبعا من الزمن، مو اول ما ياخذ عظم الهدهد راسه راح تجي الارزاق وما ذاك، لا، فتره معينه من الزمن راح نسهل رزقه. ولما نتحدث عن تسهيل الرزق لا اتحدث عن اطباق طائره تاتي من السماء، ماكو شيء. يعني انا تعاملي بهذا الجانب هو تعامل علمي بحت، وانا ما ادخل في جانب جدل، عفوا دجل وخرافات وما الى ذلك، لا، انا اتحدث عن عظم الهدهد اللي ذكر الهدهد في القران الكريم، والى يعني مكارم كبيره. الهدهد هذا الطائر اللي بسببه دخلت اقوام الى التوحيد في ذلك الوقت. فبالتالي انا اتحدث عن كائن ذكر عن طائر ذكر بالقران الكريم، وهنالك كثير من الادله على هذا، على كلامي، من خلال ايضا احاديث لآل البيت عليهم السلام. الان انا لما اتحدث عن الهدهد اتحدث عن ليست جميع عظام الهدهد على نفس الوتيره من الطاقه. يعني لما نسوي اختبار على العظام، الهدهد ممكن نطلع من عنده 3 عظام، 4 عظام، ممكن 5 عظام، انا في بعض الهدهد نطلع منهم 6 عظام. لكن لما نعمل اختبار من ونجيب 6 عظام مثلا، راح يطلع عظم واحد هو الافضل من الستة، او ممكن يطلع عظم افضل من عظم اخر. هنا الأفضلية تقاس بالطاقة، والطاقة هنا نقيسها بالسنتيمترات أو الأمتار. يعني أنا اليوم بهذا بجلستي هذه، إذا كنت حامل عظم الهدهد وطاقة هذا العظم متر، فأنا ممكن أن أثر على شخص جالس أمامي على بعد متر. لكن إذا هذا الشخص جلس أمامي على بعد متر ونص، الطاقة الإشعاع الغير مرئي اللي دا يخرج من عندي نتيجة لعظم الهدهد ما دا يوصل إليه، فبالتالي أنا ما دا أثر عليه. هنا أنا ما دا يشتغل هذا العظم، هذا يشتغل إلى المتر وأقل من المتر. هنالك عظم الطاقة ما تشتغل مترين، يعني أثر على شخص يبعد عني إلى مترين، أكثر من المترين ما أثر عليه. حتى قرب الصورة أكثر، هنالك عظم، طبعا هذا أنا أسمع كثير من الأشخاص يقول لك أخذ عظم الهدهد وإلمس شخص وراح تشوف شوي تأثر عليه وما ذاك. العظم اللي يشتغل باللمس هذا من اضعف عظام الهدهد، اضعف العظام، يعني اللي انت ما نقدر نحرك فاعليته الا عن طريق اللمس. يعني فاعليته ما تجي بضع ديسيمتر او مليمتر، خلينا نسميه حتى نقرب الصوره اكثر، مليمتر. فالمليمتر هذا فشيء جدا قليل، هذا ما يجي الا باللمس، فهذا طاقته جدا ضعيفه، هذا بالعكس طاقته مو قويه، هذا ضعيفه جدا طاقته. هسه انا طبعا هذه عظم وحده يحتاج له حلقه كامله، لكن يعني داركني الوقت. لكن حتى قرب الصوره اكثر، عظم الهدهد هو لا يعالج، لكن هو مفيد. يعني لما نختم عظم الهدهد له علاقه على سبيل المثال بالعاطفه او بالرزق، معناته انه انت اذا حملته ونفرض ختمناه وطلعت الطاقه، يعني بعد الاختبار طاقته مثلا مترين، وحملته انت ودخلت الى وظيفه عندك وتتقابل انت واكو 20 شخص ايضا يقابلهم، والمدير يحتاج بس واحد، وانت جلست قريب من المدير على بعد 100 على بعد متر مثلا، فانت هنا راح يشتغل العظم تاثير على المدير، فبالتالي انت راح تكون اكثر واحد مهيئ الى ان يقبلك هذا المدير لا شعوريا. طبعا الا في حال اخرى، قد يكون اكو شخص اخر عنده نفس العظم او افضل من العظم اللي انت حامله، هذا بحث اخر. لكن هو بس هو اقدر اسميه ليس اكثر من تسهيل امر. الفتيات، يعني الفتاه اللي ترغب في الزواج او ما الى ذلك، طبعا عظمها راح يرفع من طاقتها للمحبه، يعني يخليها بانظار الاخرين محبوبه اكثر، مرغوبه اكثر، ذات جاذبيه اكبر واكثر. فهنا العظم راح يعمل على ان يجعل الهاله هي هاله ايجابيه. ف
فبالتالي هو وظيفة عظمة وجودية ليست وظيفة خارقة. يعني أنا ما عندي بربة شاطرة عظم ساحر ولا كاسبر، أنا أتحدث عن موضوع ومادة علمية. فبالتالي اللي يعتقد بأنه راح ياخذ عظم هدهد وبهذا العظم ممكن أن يصنع المستحيل، ماكو شيء، هذا الشيء ما يعني حتى لو إجاله شيء خارج نطاق العقل البشري فهذا جزء مو بسبب عظم الهدهد، بسبب جزء أمور أخرى. فهو ليس أكثر من مجرد مادة مساعدة، لكن قد نحتاجها طبعا نحن. النقطة المهمة في كلامي الآن وين؟ أنه الشخص اللي عنده مشكلة روحانية عظم الهدهد يفيده. يعني إذا شخص عنده مثلا عارض أو عليه سحر أو فتاة عليها تابعة وجدت أخذ عظم الهدهد ما يفيدها، لازم أول شيء تتعالج وبعد العلاج تأخذ عظم الهدهد حتى أقرب الصورة أكثر، بالضبط مثل ما شخص مريض في مستشفى، شخص عليه في مستشفى وإحنا نجي نقول له تعال راح نعطيك إبرة منشطة وتعال اركض في ماراثون ولدك تطلع تسبق الموجودين وتطلع الأول عليهم. طبعا هذا الكلام غير منطقي وغير صحيح، المفروض علينا أول شيء نعالجه ونطلعه من المستشفى وبعدين نعطي الإبرة المنشطة. فعظمه بنفس الحالة ما يصير ياخذ شخص وهو عنده عوائق روحانية. لذلك أنا أي شخص يطلب من عندي عظم الهدهد لازم أول شيء أكشف عليه وبعدها لازم أعالجه وبعد العلاج أعطي عظم الهدهد حتى الشغل يكون مضبوط وبشكل صحيح. بخلاف ذلك فبالضبط مثل الشخص اللي عليل ودنا نعطيه أبرة منشطة ونقول له روح اركض، فهذا تبقى هو قابليته، ممكن يعني يدخل في السباق وممكن يحاول ممكن لا، وطبعا باحتمالية كبيرة جدا ما راح يقوى على هذا الشيء. هذا بالنسبة إلى السؤال. طبعا هذا الموضوع طويل وكبير جدا، إن شاء الله أنا راح أخصص حلقة خاصة مو بهذا البرنامج، ببرنامج آخر للحديث عن عظم الهدهد والأحجار الأخرى اللي ذات تأثير بمستويات الطاقة وتأثر على الهالة أو الآورة الموجودة عندنا. طبعا الوقت اداركني، والسؤال الآخر عن التوافق بين مواليد برج مولودة برج الجدي كرجل وامرأة، مواليد برج الجدي الرجل والامرأة توافق جيد، الرجل والامرأة توافق جيد ويبشر بخير. السؤال التاسع، ماذا يمثل رقم حظ 2 بالنسبة لصالح به؟ طبعا 2 معناته انه شخص ما مستقر بالاخص بالامور العاطفية وهو شخص رومانسي ايضا يكون. والفتاة اللي يكون رقم حظ 2 هي فتاة غالبا ما تعدد من زواجاتها او تتزوج بوقت متأخر، او اذا او ممكن يكون عندها مشاكل كثيرة بالجانب العاطفي، ولا رجل كذلك نفس الحالة. سؤال آخر عن كيفية استخراج برج العربي. البرج العربي نستخرجه من خلال اسم الشخص واسم والدته، وهنا عند العرب سابقا طبعا يؤخذ بنظر الاعتبار انه كل حرف الى رقم معين. طبعا الحرف مثلا ألف الى رقم 1، باء 2، جيم 3، طبعا حسب الأبجد هوز. فبالتالي ولما نوصل الى الياء هي 10، نبدأ بالكاف هو 20 30 40 50 إلى 100، بعدين 200 300 400 إلى الألف آخر الأحرف. فبالتالي إحنا نجمع الأحرف وأرقامها، اسم الشخص نفتحها كأحرف منفردة ونطلع الجمع، حاصل الجمع بالأرقام، واسم والدته نفس الحالة نجمعهم يطلع لنا فد رقم، نبدأ نقسم على 12. آخر باقي يبقى عندنا هو يمثل البرج العربي. مثلا إذا بقى عندنا بالأخير 4 معناته البرج هو السرطان، لكن للأمانة السرطان هنا مو هو السرطان بالبرج البابلي، يعني ممكن يكون شخص مولود بتاريخ 10/3 فهو برج الحوت، لكن من خلال ما فتحنا الشفرة اسمه واسم أمه وقسمناهم على 12 حصلنا مثلا طلع رقم 4 هو الرقم الباقي، فبالتالي راح يكون السرطان هنا راح يكون برج العربي السرطان وبرج البابلي الحوت. هنا راح يحمل شخصيتين، شخصية السرطان وشخصية الحوت. طبعا لكن لما إذا تسألوني إلي مثلا عن أيهما بالتحليل أو بالتأثيرات الفلكية ناخذ بنظر الاعتبار، لا الحوت ناخذ بنظر الاعتبار، أما السرطان فنستخدمه في الكشف، في الكشف الروحاني وفي العلاجات الروحانية. فبالتالي البرج العربي إحنا نستخدمه في الكشف، في الكشوفات والعلاجات الروحانية،
والبرج البابلي نستخدمه في الأمور الفلكية المتعددة. هذا بالنسبة للأسئلة اللي اجتنا خلال هذا الأسبوع. انتظروني بالأسبوع القادم وحلقة جديدة وبرج جديد. تقبلوا تحياتي ومودتي. الفلكي روحاني سلمى.